السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أصلها إيه؟ البرنامج اللي بنتعرف فيه مع بعض على أصل الكلمات الموجودة في العامية المصرية. يلا بينا. أصلها إيه؟ مع مهند سعيد. وكلمة النهاردة هي كلمة بالياتشو. بالياتشو. بالياتشو هي كلمة إيطالية ومعناها مهرج، وبتتكتب كده ونطقها بالياتشو. بالياتشو. بس احنا طبعا في العامية المصرية حرفنا النطق شوية وبقينا نقولها بالياتشو، بس النطق الصح بتاعها في الإيطالي هو بالياتشو. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير. سلام عليكم.